أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إسقاط قوات التحالف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لميليشيا الحوثي أثناء محاولتها استهداف مقر للتحالف شمال غرب عدن. وسائل إعلام سعودية نقلت عن مصادر في التحالف أن دفاعاته أسقطت طائرة مسيرة دون وقوع ضحايا. إلى هذه اللحظات لم يصدر التحالف أي بيان رسمي، فيما أكدت مصادر محلية في عدن سماع عدوي انفجار في مديرية البريقة. تأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين فقط من عودة الرئيس هادي إلى عدن، وقبل ساعات من جلسة يعتزم فيها مجلس الأمن مناقشة نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى عدن وصنعاء. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: أهداف استهداف مقر التحالف العربي في عدن، وتبعاته ومدى تأثير هذا الاستهداف على مستقبل الحرب في البلاد. نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. شبح تهديد آخر يطل مجددا على العاصمة المؤقتة عدن، وكأن ما يغتلي داخليا لم يعد كافيا. التهديد هذه المرة جاء عبر طائرة مسيرة استخدمتها ميليشيا الحوثي لقصف ما قالت إنه مقر التحالف العربي في البريقة، هدف تحاول الميليشيا من خلاله خلق واقع جديد للحرب في المدينة التي غادرتها منذ نحو 3 سنوات، والتي باتت تحت سيطرة قوات التحالف والميليشيات التابعة لها، مع تواجد رمزي للحكومة ومؤسسات السلطة الشرعية. ثمة جملة من الأسباب والظروف ساعدت التحالف في خلقها،